السلام عليكم الخوت. اليوم يوم جديد 5/3/2023، ان شاء الله عندنا مولود جديد هنايا بمنتزه بو هاشم اللي يضم قمه القربوع، ودابا غادي يكون قمه سيدي امام مع هذه الاجواء الجميله اللي كاينه هنايا. انتم كلا تشوفوا، الحمد لله والشكر لله. كاينين الناس اللي هما من تطوان، كاين من طنجه، كاين من مرتيل، كاين من الشاوان، كاين مجموعه من فاس، ولا من لاخر نفرة، وهاد خانه هذا ها هو هنايا، ها هو فين وفين هو، ها هو انا صبت هو هذا بلاد العرق ديالنا من سيدي بن سعد من الاخمس. مرحبا، تبارك الله عليكم وتحياتي لكم جميعا. غادي ناخذوا بعض الاعتصامات من بعد الضيوف اللي كاينه هنايا بهذه المناسبه هذه. 22 دقيقه مع بس انا. سي يوسف. سي عبد الله. مرحبا. نهار كبير هذا. الله يرحمك الوالد الخير. كيفكم الوجود الاخوان ديالنا الشاوان ولاد المناطق كامل، شفت هذا فاس وطنجه ريو مارتيل مجموعه، هذا يوم جميل، يوم اخر لاشعاع هذه الرياضه وهذه السياحه الجبليه خلال وضع القمه في جبل بو هاشم ديال سيدي امام. المبادره اللي تقوموا بها الاخوان جميله، لان كما كنقول كتعاون اولا على تشجيع السياحه في المنطقه، ثانيا كتأدي الدور ديال التعريف بهذه الفضاءات السياحيه والمحافظه عليها. وكنعرفوا المنطقه كانت تعرضت السنه الماضيه ديال حرائق للعافيه، هذه فرصه باش كنوعيوا الناس والنظافه. الله يخلي فيها شي كلمه في حق هذه المناسبه. صديق السلام عليكم. اولا هذه فرصه سعيده تلاقينا مع هذه الوجوه. مرحبا. وهذا الابطال وهذا القدماء والقدماء المحاربين الرياضه الجبليه. مرحبا. سي عبد الله وبلال والسيد العامل. المهم اخوان كثير مع الضيافه السي سي عبد السلام. اش جاك عبد السلام؟ اش جاك بالمناسبه؟ الله يا اخي. كان هو كانت قديمه هذه البلاكه هذه. أيوة. كانت غتعدل اليوم عاد كتب. اليوم عاد كتبت له. فرصه سعيده ونتمناو تزديها لنا هذه المنطقه، ونتمناو الاخوان يمشيوا على خير ويجيوا على خير. يا رب. وفرصه اخرى ان شاء الله. شكرا. جزاك الله خير. انسان ما كانش عنده حب في هذه الرياضه هذه، كيبغي هذا الاشياء يعشقها، يعشق المعلومه. ما يقدرش يهز شيء، وكي تشوف ولات واحد الظاهره ديال التخريب، وهيداك كنقاوبوا وكنناضلوا اجل نخلوا الاباء بهذا الطويل، وغنعملوا اللي مهرس كامل ان شاء الله. تحيه للجميع، والله يسامح على الجامح. لورانس. فرانسيز. سوي بيان فينو شي نو. Merci, c'est un groupe très très sympathique. Il y a des rythmes différents, mais tout le monde respecte chacun. Et c'est très intéressant parce qu'on pose une pancarte. Et ça. إذا التجربة مزيونة ياك أخي ياسر. حنايا الآن نتواجدوا في المطاحن اللي هي منطقة بو هاشم، وهذه هي الجامع اللي معروفة هنايا من بعد ملي كانت نقطة الانطلاقة من دار الضيافة للمطاحن عند السي عبسام، ودابا ها هي المجموعة كاملة إن شاء الله في اتجاه سيدي إمام. عبد الله فين تحي؟ تحياتي لك ولكل اهل ولكل احبه.
ندخل هنا وأمامي هذا الجميل برفقتي سنوتي الأميرة أسي بلال هو كنشوفو المعلم ديالنا البطل ديالنا سميه سي بلال البطل ديالنا هو المشرف على تركيبة النافسة I don't know.